مرحبا. الدفع عفى لو بعز الصيف، هيك بيقول المثل. طقسنا ربيعي متقلب حراريا، مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، حراره مرتفعه، رطوبه منخفضه، بحر متوسط الموج وحراره ميهو 24 درجه. اليوم اجواءنا ربيعيه حاره نسبيا مع ارتفاع بدرجات الحراره وانخفاض نسبه الرطوبه، وبنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 20، على المرتفعات 16، بالبقاع 12 والارز 8، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 28 ببينو، 30 المينا، الأرز 23 و 30 جبال، شمستار 32، غسطة 29، رومية 29، بيت الدين 28، وكفر فلوس 30، النبطية 29، وصور 30. أما الرطوبة فبتتراوح بين 30 و 65%، حرارة سطح الماء 24 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و 40 كيلومتر بالساعة، وريحها بتكون شمالية شرقية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 20 أدناها أقصاها 30، نهار الثلاثة بتتراوح بين 21 و 31، ونهار الأربعة بين 22 و 32 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من بغداد 40، الكويت 42، وعمان 33، طرابلس 28، والقاهرة 38، ومننتقل إلى روما 26. وهيدا كان كل شيء. باي.